يا نبي راحت سبية وبناتي حسين حلفة واقسمي علي كبر قية عندي حاجة وردك الفة واقسمي عليك برقي وادري راحي الله 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 واقسمي عليك برقي عندي حاجة وردك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وآله: والملأ أمامه من كنت وأدر معه الحق حيثما دار. اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم وعلى البراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك ومن ذرية أخيك وعلى الموالين الباكين عليك. اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين وعلى من قتل مع الحسين، لا سيما سفير الحسين سيدنا
ومولانا مسلم بن عقيل. روحي يا أبا عبد الله وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العدا، ومسلوب العمامة ظلما والرداء أيها المذبوح من القفا يا أبا عبد الله. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، ذاك المنى كل المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا ابو علي، رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الطاهرة لقد بايعوه وقد خذلوه، وغدرتهم لم تزال واضحة، فيا ابن عقيل انفدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، بكتك دمان يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة لماذا تبكي علي؟ قال لأنك لم ترو من شربة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك فما سلمت فيك من جارحة. بعد إش باقي علي يا موالي؟ باقي المصيبة العظمى وسحبا أن تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ الحسين في طريقه لا كربلاء،
إذ به يتقابل مع إعرابي. سأله الحسين: يا إعرابي من أين أقبلت؟ قال: أبا عبد الله أقبلت من الكوفة. التفت له الحسين قال: يا إعرابي أخبرني ما الذي جرى في الكوفة؟ قال: أبا عبد الله ما خرجت من الكوفة إلا ورجلي مسلم وهانئ يسحبان في السوق. نادى الحسين بالحوراء: زينب أختاه إلي إلي، ما تريد أخي يا حسين؟ قال: أختاه علي بحميد ابنة مسلم ابن عقيل. جابها خلاها في حجرة، أخذ يمسح بيده على رأسها. قالت: أبا عبد الله أراك تمسح على رأسي كما تمسح على رأس اليتيم. فنادى: حميد حميد، يا أنا أبوك وبناتي أخواتك. حميد قعد في حجري ونوح بدمعة مذروفة، ترى يا مهجة فادي أبوك انذبح بالكوف. رحم الله الونا. هذه الليلة أول ليلة تجي على الحسين فيها مصائب. حميد قعد في حجري ونوح بدمعة مذروفة، ترى يا مهجة فادي أبوك انذبح بالكوف. مسلم يا حميدة راح وسمعي هالخبر مني، جميع اللي جرب مسلم علي أنا بيجري، إذا هو انقطع راسه أنا بينقطع نحري، راس بيرتفع بسنان ومن الجبهة مخسوفة. حميدة حميدة، وإذا هو انذبح ضامي من الماء ما شرب قطرة، أنا مثل انذبح ضامي ومن الكبد متفطرة، وإذا هو بحفيرة طاح طيحان على الغبرة، بسهم يوقع وسط قلبي ومن الروح مخسوفة. بعد أبا عبد الله تتحمل يا موالي: وإذا هو العدا ذبوه من فوق القصر للقاع، ومن لتكسرة أضلاع وما واحد إلى فزاع، انت شي يصير عليك أبا عبد الله؟ أنا مثل بخيول الجار مني تطحن الأضلاع. وتوزع شمال يمين بسيف الغدر وسيوفه. عندما قال: لو كان من الرزق المحتوم لشربته. متى قالها هذه الكلمة؟ لما أدخلوه إلى قصر الإمارة. لكن شلون أدخلوا إلى قصر الإمارة؟ أدخلوه إلى قصر الإمارة مكتف بالحبال،
انت تدري هذا اللي مكتف بالحبال قبل كم يوم 18,000 واحد كلهم بايعوه، واذا بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام هل 18,000 بايعوه مكتف بالحبال وعمامته على الار. اوصف لك احوال اول ما وقع في الحفيرة، تقدم لعين رفع سيفه ضرب مسلم على شفتيه فقطع شفة مسلم العليا ونزل السيف إلى شفة مسلم السفلى، وجابوا القصر الإمارة، وقف على باب القصر وإذا به يرى غل فيها ماء، نادى أنا عطشان علي بشربة ماء أريد أن أشرب الماء، جابوا له قدح قالوا له اشرب، فأقربه من فمه، أول ما أقربه من فمه وإذا بثنايا مسلم وقعت في القذايا، فنادى مسلم لو كان من الرزق المحتوم لشربته، يا مسلم ابن عقل احنا الليل على بابك يا مولاي يا باب الحوائج، وراح نخلي مصيبتك هي اللي نستقبل بيها مصائب الحسين وما جرى على الحسين، صح ونادي ومسلمة وفجعة ورزية، وصل مسلم إلى الكوفة أخذ البيعة للحسين من أهل الكوفة، وكلما مضى يوم من الأيام تخلى الرجال عن مسلم بن عقيل. الله لا يوريك غربة يا مولاي، شوف أحوال مسلم بن عقيل، دخل إلى المسجد معه رجال قليل، خرج من المسجد وإذا بمسلم وحيد فريد، بلا ناصر ولا معين، صح ونادي ومسلمة وفجعة ورزية، أخذ يسير في سكك الكوفة إلى أن أوقفته الأقدار على باب امرأة جليلة يقال لها طوعة، فتحت طوعة الباب وإذا بها ترى هذا الرجل جالس واضعا رأسه بين ركبتيه، ما تريد يا هذا؟ هل كلمة تكسر قلبك؟ هل كلمة تألمك يا موالي؟ نادى أمة الله أنا عطشان علي بشربة ماء، دخلت إلى داريا ملأت قدحا فيما جاءت به إلى مسلم، تفضل يا هذا، شرب مسلم الماء عاد القدح عليها، عادت إلى دارها خرجت بعد قليل وإذا بها ترى الرجل جالس على باب دارها، قالت شربت الماء لا توقف على الباب، رحم الله الونا رحم الله الصرخة، انت تساعدني واساعدك في المصيبة، قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك بيوت الأجناب، جنك جليل وشافتك يا شهم تنهب، لأهلك دروح القمر غرب والنجم دار، اتسأل طوعة قالت هلك في وين؟ قالها في المدي،
عنهر تحلنا والدهاير جاير عليه. منو انت يا رجل؟ قال عمي علي ومسلم انا اللي يذكرونا. واذا بي التفتت اليه نادت ادقل لا يا غاتي ما عرفت اياك ومن ريبت منك طردتك انا الخادمة وسهلة طلبتك. ما تريد سيدي مسلم؟ ما تريد يا مسلم؟ قال امت الله اضيفيني سواد هذه الليلة. قالت على الرحب والسعة فتحت له دار دخل إلي يا مسلم. أخذت تدخل تكثر الدخول والخروج عليه وإذا بها ترى مسلم ما نام تلك الليلة. جاءت إليه يا مسلم أراك لم تنم البارحة. قال يا طوعة غفت عيني قليل فرأيت عمي أمير المؤمنين في عالم الرؤيا وهو ينادي العجل العجل يا مسلم. وأظنها يا طوعة هي آخر ليلة. سمع الطوعة لطمت على صدرها ونادت ومسلم فجعة ورزية. الليلة آخر ليلة يا مسلم. قال اي نعم يا طوعة يا طوعة عندي وصية بوصيك اياها. ايش عندك يا مسلم؟ جيكم يا طوعة بخدرت حدر علىكم. هذه وصيتك مولاي. اجيكم يا طاعة مخدرت حيدر على كور تشني اراها بهالسكك بيتها مهدور. ما تريد مني سيدي مسلم؟ قال يا طوعة اوصيك بوصية. ايش عندك من وصية يا مولاي؟ نادى الله الله من تريها قبلي المدللة. اي مدللة يا مسلم؟ الله الله من تريها قبلي المدللة. وين اشوفها؟ في حجر زينب تريها فوق ناقمها الزل. اول ما سمعت بذلك الكلام صرخت ونادت ومصيبتا وفجعتا. اجركم الله يا شيعة. وكان عند طوع ولد يعمل عند ابن زياد رأى امه تكثر الدخول والخروج الى تلك الدار. نادى امت الله ما لي يا امه ما لي اراك تكثرين الدخول والخروج. قالت ولد حل علينا ضيف عزيز. من هذا؟ قالت ولدي هذا الغريب مسلم بن عقيل. أصبح الصباح
توجه إلى قصر الإمارة يا عبيد الله إن أمنا تجير الأعداء وأيعد يا غلام قال إن أمي أجارت مسلم بن عقيل فأمر كتيبة بالتوجه إلى دار طوعة سمع مسلم صوت حوافر الخيول تقلد سيفه خرج إلى الأعداء قاتل قتال الأبطال قتل منهم مقتل عظيما وإذا بابن الأشعث أرسل إلى ابن زياد مدني بالخيل والرجال قال أتحسب أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة أنت أرسلتني إلى سيف من سيوف الحسين مده بالرجال افترقوا على مسلم فرقة بالسيوف فرقة بالرماح النساء من أعالي السطوح يرمون الحجارة على مسلم صح ونادي ومسلمة وفجعتا وجماعة أخرى تحفر الحفيرة انتهوا من حفر الحفيرة غطوها بالدغل والتراب بينما مسلم يقاتل وإذا بمسلم وقع في الحفيرة صح ونادي ومسلم تقدم العين من اللعنة رفع السيف ضرب مسلم على شفته فقطع شفته العليا ونزل السيف إلى شفته السفلى أخرجوه من تلك الحفيرة جيء به إلى عبيد الله بن زياد ناداه عبيد الله لماذا لا تسلم يا مسلم فنادى مسلم وانت نادي وياه أمير حسين ونعمل وإذا بابن زياد التفت إليه سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة ونادى بالعين اصعد به إلى أعلى القصر واقطع عنقا أجركم الله صعدوا بمسلم التفت إلى قاتله نادى أمهلني قليلا ما تريد قال أمهلني أمهله قاتله وإذا به توجه إلى جهة الحسين ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله صلى ركعتين ما إن انتهى من صلاته وإذا باللعين من خلفه رافعا سيفه إلى أعلى يا الله يا محمد يا علي يا علي أهوى بالسيف على عنق مسلم وقطع رأسه ورمى به من أعلى القصر وبعد رأسه رمى بجسده يقول من كان عند القصر إذ بنا سمعنا تكسر أضلاع مسلم إذا بمسلم وهاني يجران في السوق وما بقي حجر في الأرض إلا وضرب جسد مسلم
وين المصيبة يا موالي؟ المصيبة وأسألك الدعاء. ليلة الحادي عشر من المحرم، يوم الحادي عشر من المحرم، لما أمر اللعين بإخراج بنات رسول الله من كربلاء، إجت كل وحدة انكبت على جسد حبيبها، هذه على جسد ولدها، هذه على جسد أخوها، هذه على جسد زوجها. نظرت زينب وإذا بها ترى طفلة واقفة، جاءت إليها ليش تبكين يا يتيمة؟ صاحت صاحت ما عندي أبو ويقل لي سكتي. ما يا عندي أبو ويقل لي سكتي، وما عندي أخوي نشف دمعتي، أنا ما عندي غيرك يا عمتي. نظرت إليها زينب وإذا بها حميدة ابنة مسلم، التبتت إليها نادت إذا ما احتضيت بالأبو من ساعة وداع، تعالي تودع من حسين هالساعة، وبالراحة يا حميدة وبالراحة ترى مكسور الأضلاع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيبه يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الإمامين الحسن والحسين، يا الله نسألك أن تشافي جميع المرضى وتقضي جميع الحوائج وتكشف جميع الهموم والغموم وترد جميع الغرباء وتفك جميع الأسرى والسجناء وتجعل هذا البلد المبارك الطيب آمنا وجميع بلدان شيعة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها من حضر هذا المأتم وأي مأتم لمحمد وآل محمد، لا تخرج أحدا من الحاضرين إلا بقضاء حاجته وكشف همه وغمه لتعجيل الفرج ولشفاء المرضى ولقضاء الحوائج ولتفريج الهموم والغموم ولرد الغرباء ولفك الأسرى والسجناء، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. نتقرب إلى الله وإلى محمد وآله بالفاتحة مع الصلوات. زينب راحت سبيه وبناتي حسين حلفه، واقسمي عليك برقيه عندي حاجه وردك الفه، واقسمي عليك